نيلي بتنام في سرير كبير في أوضة أكبر في فيلا أكبر. شريهان بقى عايشة في حارة صغيرة في أوضة أصغر في سرير أصغر. نيلي تقدر تقول عليها من كريمة المجتمع، بنت مرتاحة بتاخد وقت طويل عشان تقوم السرير، وقت أطول عشان تفوق. لكن شريهان بقى ما عندهاش وقت، يا دوب تقوم من النوم تشرب كوباية الشاي وتفطر وتصطبح، ولازم تكون برا بيتها الساعة 7:30 عشان تلحق الميكروباص وتروح شغلها. نيلي بتاخد وقت طويل عشان تختار هتلبس ايه النهاردة من البراندات اللي عندها، وشريهان برضو. نيلي بتختار لبسها على حسب مودها النهاردة عامل ازاي، وشريهان برضو بتختار لبسها على حسب ريحته النهاردة عاملة ازاي. نيلي وشريهان عمرهم ما شافوا بعض، بس النهاردة اليوم اللي حيتقابلوا فيه وحيكون نقطة تحول في حياتهم هما الاثنين، حيبقى يوم تاريخي وهما الاثنين مش حينسوه. نسيت أقول لكم، هما ولاد عم، أحفاد مكاوي أبو الخير الشهير بميكي. توكيل بالإدارة ولا توكيل بالبيع؟ توكيل بالإدارة يا فندم. طيب يا فندم، لو توكيل بالإدارة يبقى لازم صاحب العين يجيب نفسه. طب ما أنا أخو صاحب العين يا أستاذ. لا يا فندم ما ينفعش، لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه. حضرتك أنا جيت لك الصبح وما قلتيش الكلام ده يا فندم. يا فندم بقول لحضرتك لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه، يبقى ما طلعش عينه أنا بقى. اتفضل امشي. يا بنت الطعمية دي، هي مالها مجنزرة كده ليه؟ اوعي تكوني ناوية تسميني. مالها يا بنت الطعمية، مش عجباكي؟ مش مرتاحة لها، طعمها بايت. ما هي بايتة فعلا، جبتها امبارح وانا راجعه من الشغل. الا هي الساعه كام دلوقتي؟ 1:30. في لهوي، انا لازم امشي. بقول لك ايه، لو تستجدعي معايا بس وتغطي يعني مكاني كام ساعه دول، ولو المديره سالت عليا قول لها اتحصرت فدخلت الحمام. احنا ستر وغطى على بعضينا، بس الشياكه دي رايحه فين؟ هلحق الشغل التاني. طب ومصالح الناس؟ انا مالي ومال مصالح الناس؟ مصلحتي انا ابدا. يلا يا بيه عند مدام هناء. يلا يا بيه. وليه النادي زحمه كده؟ ايه العربيات دي؟ تعال خش عليا خش. ايه لا، ايه العربيات الكبيره دي؟ تعال كده ايه، خش ارجع ظهرك بقى. تعال خش خش تعال. هو في ايه النهارده يا عم صالي؟ ابدا يا ست نيلي، اصل التلفزيون جاي يصور مع الست سيسي. ليه يعني ان شاء الله؟ يعني ايه ليه يعني يا نيلي؟ انت عندك اي فكره كميه التشاريتيز اللي بتعملها؟ دي هاف اني ايديا اصلا عندها كام فولور على انستغرام؟ سو ايه الحب الفجاه اللي طلع منك لجيسي ده؟ مش حب ولا حاجه، ام جست سينج بيكوز يو ار اسكينج ذاتس اول. طب اخرسي بقى دلوقتي. تعالي يا ست هان تعالي. عارفه يا ست نيلي، الست جيسي دي ربنا هيكرمها ويحسن اليها زي ما بتقف مع الناس الغلابه اللي زينا. اي أيوة والله يا رب اشوفك يا ست نيلي حاجه كبيره زيها. تعالي تعالي. ازيك يا جيسي؟ بصي شكلها عامل ازاي؟ يس شي لوكس جورجيس. هتضربي بالقلم على فكره. خلاص انتي متعصبه قوي كده يا نيلي، تعالي نمشي. ليتس جو. نمشي؟ يس. لا طبعا مش هنمشي. واتش اند ليرن. هاي جيسي. هاي هاي. جود لك حبيبتي، ام سو هابي فور يو. بس كنت عايزه اقول لك حاجه، تقريبا الدرس اللي انتي لابساه مدخنك شويه، عامل لك جناب كده زي كيم كارداشيان بس على وحش. تيك كير. يو ار سو جيلس، ات فيتس مي لايك جلوفز. يلا يا سو. يلا يا جماعه ستاند باي اند اكشن. اهلا بيكم سيداتي سادتي في حلقه جديده من برنامج بنات. تعالي نقعد هنا يا سو، في شويه شمس. ستوب يا استاذه.
يا استاذه معلش احنا بنصور هنا حضرتك. على فكره انا بقعد هنا كل يوم وثانك جاد ان انا سايباكوا اصلا تصوروا في النادي بتاعنا عشان بس هي صاحبتي انا اي لاف هير. احنا اسفين يا استاذه. ممكن تخش كده بالكرسي شويه؟ اوكي. يلا يا جماعه ستاند باي ان اكشن. ومعنا النهارده الانسه جيسي، نحب نعرف منك يا جيسي تفاصيل حمله الالف بطانيه اللي انت عملتيها. والله انا في الفتره الاخيره يعني ابتديت الاحظ كده ان يعني مفيش اعمال فرديه عن فعل يا استاذه يا استاذه انا مش عارف اصور. على فكره انا كمان مش عارفه اتصور. ما تصورش يعني. معلش يا استاذ ممكن نعيد من الاول؟ ستاند باي اكشن. والله انا مش شايفه اللي انا عملته ده حاجه فظيعه يعني. يعني انا شايفه ان ده الطبيعي، ان المفروض الغني يساعد الفقير، ان اي حد نبيل عايز الكوفي بتاعي. ستوب. لو سمحت يا استاذه احنا بنصور وبنسجل صوت. سوري هو انا صوتي طالع معاكم؟ انا قاعده ورا. يلا يا جماعه انت معلش ثانيه واحده. نبيل هات لي الكوفي بتاعي بليز بسرعه، وما تعديش من هنا، عدي من ورا من عند السوق عشان هي بتصور حرام. كملوا كملوا يلا. And action. تحب تقولي ايه لبنات جيلك؟ والله احب اقول يعني لكل البنات اللي في جيلي ان هو لازم يكون في حياتهم وقت للخير. يعني دي حاجه ضروريه. مش منسي وحشتيني. ستوب. بعد اذنك ممكن نصور في مكان تاني عشان كده اوفر جدا. يلا يا جماعه. اوكي. ايه ده ايه ده انتوا رايحين فين يا جماعه؟ ام اولموست دان. طب قولوا لي رايحين تصوروا فين عشان اجي معاكم. تعالي يا سوي تعالي. صباح الخير. صباح النور. انا بحب الخير قوي عشان الولاد تحبني. في ايه يا صباح الهم والغم؟ ما لقيتيش شفتي غير بنتي اللي اتلسني عليها. ومالها صباح يا عين امك؟ مش عاجباكي؟ جرى ايه يا ولية يا طرش البلعات يا كنسة الحارة؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا ولية؟ الله يرحم لما كنت داخلة علينا الشارع الكع مهبب والوش محبب، واللي يستبح بيكي لا يكسب ولا يتسبب. طب لمي نفسك يا عايقة بدل ما مسخر بيكي بلاط الحارة. مسخري مين يا ولية يا خارجي بيت انتي؟ طب فكري كده واعمليها. ده انا كنت افتح قرنك انتي واللي يتشددني. ما تلم الدور يا صباح. ولا وطلع لك حسي يا مرات المزين يا بتوع الفتلة. جرى ايه وليه من لك ليه؟ ايه في ايه؟ كلكم عليها ولا ايه؟ وانتي مال اهلك انتي رخرة؟ ايه اللي حشر؟ صباح ده انا واقفة في صفك. وتقفي في صفي ليه يا حبيبتي؟ قطعة ما اقدرش اقوم بيهم. لا ده انا اقدر اقوم بيهم وب 18 زيهم. يا حارة عرة، يا حارة واطية، يا حارة لا فيها لا حرمة ولا ذكر. السلام عليكم يا طنط انصاف. فخس عليكم جيرة معفنة. ميرسي مشكرة. جرى ايه يا خالتي؟ انت مش هتبطلي مناكفة في خلق الله وخناقات البلكونات دي كل يوم كده؟ ما هما اللي نسوان غجر بيخرجوني عن شعوري، لكن انا جوايا ست مؤدبه. هما اللي الماما وغجر ومش من مستوايا. خالتي ما شفتيش البلوزه بتاعتي كده المشكره اسمر في احمر؟ مالك يا بنت متلهوجه كده ليه؟ متسربعه على ايه؟ اصل الواد هاني هيعدي عليا عندنا مصلحه كده في عيد ميلاد. قطع وقطعه سيرته. هو المعدول بتاعك ده مش ناوي يخلص؟ ما هو يا اما يخلص يا اما يخلصنا. يا خالتي انت مش لسه قايله لي الموال ده الصبح قبل ما انزل الشغل؟ ما هو السقع ابن السقع بقاله 4 سنين وهو مبلط في الخط وما عندوش دم. طالع نازل داخل خارج واكل شارب وما شفناش من امه اي حاجه. نسيتي يا خالتي تقولي قايم نايم. بتتريقي عليا يا بنت؟ اخس عليكي. انا مش هكلمك يا شريهان وزعلانه منك. انا اقدر ازعلك برضو يا قمر يا زينة البنات،
يا سبوحة يا شحرورة انتي، يا فاتنة صفت اللبن. ده انا من يوم ما ابويا وامي ماتوا يا خالتي وانتي الوحيدة اللي محتضناني. I love you. حبيبي خالته يا ناس، كنت هعيط يا شريهان. ما تستهويكيش عليا يا بنت، انت هتستعبطي. بقولك ايه، سيبيني لما يجي اشك في كلمتين، يمكن يحس يا اختي ويخلي عنده شويه دم. خلاص بقى يا خالتي، ما هو غصب عنه والله، ان كان عليه هو عايز يدخل النهارده قبل بكره، وانا كمان برضو بصراحه يا خالتي بقى. يا نحنوحه يا حلوه، انا قلت انا هتصرف، يعني انا هتصرف. يا ريتنا يا اختي جبنا سيره حاجه عدله. اهو جه القرد ابو زديري هيخش دلوقتي يتنطط يتنطط يتنطط. طب والنبي يا خالتي افتحي له بس على ما اغير هدومي براحه عليه. ها ان شاء الله تتفتح دماغه. ما تتنيل تستنى مسروق على ايه؟ هتخرب الجرس ده، هتخرب بيتك. ما تبطل بقى خبطه في دماغك. ايه في ايه بتسرقنا كده ليه؟ صباح الصباح وليالي الملاح على مداوية الجراح السنيورة صباح. اهو صباح زي وشك والسلام. ايه يا اخوي داخل علينا كده زي عود العصب المسوس، ايد ورا وايد قدام، انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياة من ساعة ما ربطت البت معاك، ما دخلتش علينا بكيس برتقال. اجيب ايه يا خالتي وانا داخل بيت الكرم كله؟ يعني مهما قلت مش هوفي، ومهما جبت مش هيكفي. مفيش بقى لقمه على السخان عشان هفتني. طبخه سم هاري تدفع وماله، بس اعملوا لنا سندوتشات بقى عشان مستعجلين. مستعجل على الديوان يا خي؟ اديك هتاخد المعدوله تسرح معاك في الموالي كتك ست النيله. موالد ايه؟ هو انا ساحب معايا غازيه؟ فيها يا خالتي انت بتكلمي هاني الدبدوب، اكبر دي جي ومتعهد افراح وحفلات في البلد، وان شاء الله يوم فرحك هظبطك. لو على وشك مش عايزه اتجوز، بلاها جواز يا اخوي. جرى يا خالتي؟ انا بتدلع عليكي، انت زي امي. امك؟ امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البطاطا؟ بتسلم عليكي والله، قالت لي اول لما تشوف خالتك صباح تبصيها لي. يلا يا شوشو عشان متاخرين.